السنوات القادمة، ولو أن الفريق ولو أن الوضعية ليست كما كانت سابقا، ولو أن أيضا الأمور ليست كما عهدناها من خلال السنوات الماضية، حتى التنافسية قلت، الحديث قل، الجمهور قل في المدرج بالنسبة لهذا الديربي، لكن بالنسبة لأهل قطر الوضعية بالنسبة لمباراة الأهلي والنادي العربي لها مكانتها الخاصة ولها حضورها الخاص من خلال السنوات الماضية، وستستمر كذلك، لأن الاثنين اللي أمامنا أحد أهم الأركان الخاصة بكرة القدم القطرية. بداية في وسط أجواء في غاية الروعة هنا من خلال هذا اليوم منذ الصباح الباكر، والأمطار على قطر نسأل الله العلي القدير بأن تكون أمطار خير وبركة وأن يعم بنفعها البلاد والعباد. ومبروك عليكم الحياة يا أهل قطر، مبروك عليكم الحياة، الأوضاع حقيقة في غاية الروعة، وبالتالي كانت أيضا هنالك بعض الأمور الخاصة في مسألة احتمالية تأجيل مباريات اليوم، لكن مؤسسة دوري نجوم قطر والناس القائمة على مباريات الدوري كانت تسعى وبكل تأكيد على أن تلعب المباريات في التوقيت الذي كان مقرر لها، وفعلا وصلنا إلى انطلاقة المباراة في نفس التوقيت الذي كان مقررا لها سابقا. إذا صافرة البداية هنا تنطلق مشاهدينا متابعي قنوات الكاس أينما كنتم من خلال هذه المواجهة وفي هذا اللقاء الذي يجمع النادي الأهلي وبالنادي العربي في ملعب حمد الكبير. نايف قادري هو من يقود هذه المواجهة كحكما للساحة، يساعد جمعة بورشيف كحكم مساعد أول، فيصل الشمري حكما مساعدا ثانيا من خلال هذا اللقاء، يوسف الشمري حكما رابعا في مباراة اليوم، الإضافي الأول محمد الشمري خلف مرمى النادي الأهلي، وفي الجانب المقابل محمد ناصر هو الحكم الإضافي الثاني، بينما يراقب الحكام في هذا اللقاء الحكم السابق أتناس الكوبيتو هنا في هذه المواجهة ومن خلال أحداث في هذا اللقاء. ميلا ماتشالا الفريق الضيف مدرب النادي الأهلي يبدأ مباراة اليوم وسط بعض الغيابات الحاضرة على مستوى التشكيلة والمتعلقة بقائد الفريق، والحديث عن مشعل عبد الله الذي يغيب عن مباراة اليوم، وأيضا كذلك علي فريدون الذي لا يبدأ أساسيا من خلال أحداث هذا اللقاء، بالإضافة أيضا إلى اللاعب محمد تريزور غير موجود في مباراة اليوم، وبالتالي يزن نعيم في حراسة مرمى النادي الأهلي باللون الأبيض والأخضر في الجهات اليمنى، خليل شريف، جون بينسون، محمد رضا، جاسم محمد في خط الدفاع، على المنتصف أوميد إبراهيمي، نايجل ديونج، محسن متولي وماجد محمد في الجهات اليمنى، أمامهم علي قادري، وفي المقدمة الحاضر أمامنا بالفانيلا رقم 29 والحديث عن اللاعب محمد مونتاري، بينما في الجانب المقابل تشكيلة النادي العربي ساطع العباسي في حراسة المرمى. العربي اليوم ايضا في غياب بعض الاسماء، عموما في محاوله لمصلحه النادي العربي عرضيه في منطقه الجزاء الكره الماضيه لكن طالت، نعم كذلك تحولت الى خارج ارضيه الملعب. احمد ابراهيم في خط الدفاع مع مصطفى عبدي، يلعب محمد سالم المال اساسيا في مباراه اليوم وهو من يحمل شاره القياده في الجهه اليسرى، وفي الجهه اليمنى يتواجد فراس محمد اللاعب الصغير تحت 23 سنه اساسيا في مباراه اليوم. الفنزويلي فرانكو أريزالا أساسي مع أحمد فتحي وعبد الله معرفي كثلاثي وسط ملعب، محمد صلاح وديجو جارديل أمامهم والبرازيلي مايلسون. هذه تشكيلة الفريق من خلال مباراة اليوم، وهذه المحاولة لمصلحة النادي العربي ملعوبة في الكرة في منطقة الجزاء، لكن التغطية تأتي والكرة بعد ذلك تصل إلى خارج أرضية الملعب، محاولة تعود من جديد لأن تكون حاضرة بركلة ركنية، ركلة ركنية للنادي العربي على يمين حارس المرمى الحارس يزن نعيم، محاولات مستمرة حاضرة لمصلحة النادي العربي. الآن كرة على يمين يزن ملعوبة في منطقة الجزاء، يزن يتدخل يبعد الكرة والمحاولة الماضية تصل بعد ذلك بقرار من نايف القادري على أساس وجود خطأ لمصلحة اللاعب يزن نعيم الشيخ. هذه الكرة وهذا التدخل وأيضا المحاولة كانت عن طريق اللاعب المتقدم في اللقطة الماضية، والحديث عن أحمد إبراهيم
المدافع الدولي العراقي هو من أبعد الكرة والمحاولات الماضية، وبعد ذلك تحولت إلى صافرة من حكم المباراة، خطأ لمصلحة النادي الأهلي. جولة لا تحتمل الخطأ، فريقين لم يتعادلوا في هذا الموسم، الفريقين الوحيدين مع الإخريطيات، ثلاث أندية لم تتعادل في هذا الموسم حتى الآن بعد مرور ثمان جولات. الإخريطيات واحد من هذه الأندية في المركز الأخير، فاز في سبعة أو خسر في سبعة وانتصر مرة واحدة. الأهلي في ثماني مباريات فاز في ثلاثة خسر في خمسة، العربي فاز في الأربعة وتعادل في أربعة، وبالتالي الفريقين اللي أمامنا في الجولات الثماني الأولى لم يتعادلوا إلى الآن. هل يكون التعادل الأول لكلا الفريقين أم يواصل كلا الفريقان أيضا من خلال أحداث هذه المواجهة سلسلة عدم التعادل للمباراة التاسعة على التوالي؟ كرة بمحاولة في الجهة اليمنى، انطلاقة لمصلحة النادي الأهلي، محسن متولي يبحث عن العرضية في منطقة الجزاء، كوادينيو يبدأ ديربي الهلال. قمر الأهلاوية، قمر الأهلاوية هو من يبدأ ديربي الهلال ويسجل ليسطع وسط غيوم الدوحة في ليلة ماطرة. يسجل قادري الجوهرة الحاضرة للنادي الأهلي، يلعب الكرة في المرمى بتمريرة في غاية الروعة من محسن متولي إلى علي على يسار حارس المرمى، ساطع يسطع قمر الأهلاوية في ديربي الهلال ويسجل قادري أول أهداف اللقاء. يسجل علي قادري أول أهداف اللقاء بكرة في مرمى الحارس ساطع العباسي، لكن بتمريرة في غاية الروعة تأتي بأقدام اللاعب اللي هو محسن متولي الذي يقدم أداء جيدا خلال المباريات الماضية ويواصل ظهوره من خلال أحداث هذا اللقاء ليتقدم النادي الأهلي بهدف مقابل لا شيء. 1-0 للأهلاوية، 1-0 للأهلي، ومن خلال أحداث هذا اللقاء هنا في هذه المواجهة مبكرا منذ الدقيقة الخامسة ميلان ماتشالا الذي يبدأ بهذه الخيارات وإلى الآن ينجح من خلال الدقائق الأولى ليسجل وبأقدام علي قادري هدف المباراة الأول، ليتقدم النادي الأهلي الآن بهدف مقابل لا شيء. 1-0 للأهلي. هذا حاتم المؤدب، حاتم المؤدب المدرب الحاضر حاليا مع النادي العربي بديلا للكرواتي لوكا بوناتشيتش الذي تمت إقالته بعد خسارة الجولة الماضية بثلاثية أمام الغرافة، وبالتالي الوضعية تأتي الآن بمحاولة أخرى لمصلحة النادي الأهلي في منطقة الجزاء، لكن القائد محمد سالم المال، محمد سالم المال هو من يتصدى للكرة الماضية، أمامية طالت على مايلسون إلى خارج أرضية ملعب هذا اللاعب البرازيلي مايلسون، كرة بعد ذلك تحولت إلى خارج أرضية الميدان وصلت إلى رمي التماس عن طريق القائد في الجانب المقابل اللاعب الهولندي نايجيل ديونغ. كرة بمحاولة في المنتصف، عميد إبراهيمي، بداية جيدة لن يتقدم النادي الأهلي بهدف مقابل لا شيء من خلال هذه المباراة ومن خلال هذا الديربي. الوضعية الحاضرة هنا بهدف مقابل لا شيء، بالمناسبة يعني لقاءات الفريقين خلال السنوات الماضية دائما ما كانت تشهد الأهداف، دائما ما كانت المتعة والإثارة حاضرة فيها، دائما ما كانت الأمور مميزة في لقاءات الفريقين. وآخر 20 سنة، آخر 20 سنة في المواجهات التي جمعت النادي الأهلي بالنادي العربي لم يحضر التعادل السلبي إلا مرة واحدة، عندما تعادل سلبيا قبل 7 سنوات من الآن وبالتحديد في ملعب حمد بن خليفة بالنادي الأهلي في مباراة في منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري في ذلك الموسم، موسم 2011-2012. في عام 2011 كانت قد انتهت المواجهة بنتيجة التعادل السلبي ما بين الفريقين، ذلك كان التعادل السلبي الوحيد كما ذكرت في آخر 20 سنة ما بين الفريقين، بينما هذه النتيجة المسجلة حاليا كانت قد ظهرت في هذا الملعب، لكن لمصلحة النادي العربي. كرة من محسن متولي، تسديدة تأتي قوية من محسن متولي، لكن الكرة علت العارضة تحولت إلى خارج أرضية الميدان والمحاولة بعد ذلك إلى ركلة مرمى. هذه كرة محسن علت عارضة النادي العربي إلى خارج أرضية الميدان ركلة مرمى،
1-0 آخر مرة في 2015 وبالتحديد في نوفمبر عن طريق البرازيلي باولينيو. باولينيو هو من سجل في ذلك اللقاء من علامة الجزاء في كرة طرد فيها جون بنسون، وسجل باولينيو هدف المباراة الوحيد في مباراة انتهت بهدف مقابل لا شيء لمصلحة النادي العربي كآخر مرة ظهرت فيها هذه النتيجة، نتيجة 1-0. الموسم الماضي 4-0 و3-2 في كأس النجوم و2-2 في القسم الأول من بطولة الدوري، وبالتالي الموسم الماضي 8 أهداف في لقائين للنادي العربي والأهلي. الأهلي يتفوق خلال السنوات الماضية على النادي العربي. آخر فوز للعربي في 2015، آخر فوز في 2015 وكما ذكرت بهدف باولينيو من علامة الجزاء. بعد ذلك الأهلي هو من يسيطر على ديربي الهلال 3-1 و2-1 و4-2 و2-2 والموسم الماضي 4-0 في الموسم الماضي، وبالتالي الوضعية الحاضرة على مستوى هذا الديربي فيها سيطرة أهلاوية خلال السنوات الثلاث الماضية، تتواصل هذه السيطرة من خلال مباراة اليوم بأقدام اللاعب علي قادري. تعود المحاولة من جديد، محمد مونتاري الآن عرضية في منطقة الجزاء خطيرة الكرة الماضية، لكن التدخل يأتي من جاسم محمد يبعد الكرة، أو هذا عفوا فراس محمد هو من أبعد الكرة والمحاولة الماضية إلى خارج أرضية الميدان، والكرة بعد ذلك كان ممكن أن يسجل فيها بالخطأ في مرمى فريقه. تعود المحاولة داخل منطقة الجزاء، إبعاد الكرة الماضية، أبعدها اللاعب الكولومبي فرانكو أريزالا. تعود المحاولة لمصلحة النادي الأهلي، تقدم يأتي، تدخل يأتي، إبعاد الكرة والمحاولة الماضية وصلت في الجهة اليسرى. محسن يتقدم، محسن يدخل، محسن يبحث عن التمرير، يمرر لكن في التوقيت المناسب. فراس يتدخل في التوقيت المناسب في اللقطة الماضية وفي الكرة الماضية ويبعد المحاولة إلى خارج أرضية الميدان، تعود لمصلحة النادي الأهلي. أفضلية للعميد الأهلاوي مع بداية وانطلاقة أحداث هذا الديربي في الدقائق العشر الأولى على بداية هذا اللقاء. الأمور إلى الآن تشير إلى 1-0 لمصلحة النادي الأهلي في مباراة اليوم، ومن خلال أحداث هذه المواجهة يتقدم فيها على حساب النادي العربي. تعود من جديد محاولة أخرى، تمريرة في منطقة الجزاء. لا 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 لا، أحسن الأهلي، أفضل الأهلي، سيطر الأهلي، وصل الأهلي، سجل الأهلي، سجل، وبالتالي هو من يواصل سيطرته وأفضليته من خلال أحداث هذه المواجهة هنا في هذا اللقاء في ديربي الهلال ما بين الفريقين في افتتاح مباريات الجولة 9. الأهلي في المركز الثامن في بطولة الدوري برصيد 9 نقاط، المركز الثامن برصيد 9 نقاط من خلال 3 انتصارات حققها إلى الآن على مستوى الجولة 2 على حساب نادي قطر، ثم بعد ذلك في الجولة 5 فاز الأهلي على الإخريطيات، وفي الجولة الماضية الانتصار الذي كان حاضرا على حساب نادي الشحانية. العربي عنده 12 نقطة في المركز السادس من 4 انتصارات في المباريات 8 الماضية. الجولات الأربع الأولى، 6 الأولى حقق فيها النادي العربي الانتصارات 4، فاز العربي على الخور في افتتاح بطولة الدوري ثم الخسارة من السد، لكن بعد ذلك انتصارين متتاليين على الإخريطيات وأم صلال، وانتصار آخر جاء أيضا على حساب نادي الشحانية قبل الخسارة في الجولتين الماضيتين أمام نادي السيلية، وبعد ذلك الخسارة التي كانت يعني قصمت ظهر لوكا بوناتشيتش أمام النادي الغرافة بثلاثية نظيفة عن طريق حاتم وأحمد علاء، وصنعت الانتصار وخسارة النادي العربي 4 في الجولة الماضية، وكما ذكرت تسبب على إثرها إقالة المدرب لوكا بوناتشيتش. غادر لوكا بوناتشيتش، يعني الريان غير مدرب، العربي غير مدرب، الغرافة غير مدرب، قطر غير مدرب، الخور غير مدرب، الإخريطيات غير مدرب، إلى الآن 7 أندية من أصل 12 غيرت مدربيها. الدحيل، السد والسيلية لا زالوا بنفس المدربين اللي بدأوا بطولة الدوري، والشحانية هذه الأندية التي احتفظت بمدربيها بالإضافة إلى النادي الأهلي، هذه الأندية التي احتفظت بمدربيها إلى الآن
باستثناء ذلك فالتغييرات طالت الأندية السبعة الأخرى في سلسلة من الإقالات بعد مرور ثمان جولات، فقط تسعة مدربين سبعة تغيروا. كرة بمحاولة في الجهة اليمنى العرباوية في منطقة الجزاء، أبعدت الكرة الماضية، عادت مرتدة لمصلحة ناجل ديونج، يسقط في أرضية الميدان الدولي الهولندي السابق لاعب الميلان والسيتي في منافسات الدوريات الأوروبية، وأياكس أمستردام يسقط ويحصل على خطأ. نعيم في القادر يشير إلى وجود الخطأ، تلعب الكرة يصل في الجهة اليمنى عن طريق اللاعب محسن متولي أساسي اليوم على يعني يبدأ لاعب محسن، وبالتالي عبد الرحمن محمد غير موجود على مستوى التشكيلة الأساسية، كما ذكرت أيضا غياب للاعب الآخر والحديث عن مشعل عبد الله من خلال مباراة اليوم، غياب أيضا للاعب اللي هو تريزور يغيب، محمد عبد الله تريزور يغيب عن مباراة اليوم. كرة فيها محاولة أمامية ملعوبة لكن أيضا بعد ذلك وصلت إلى خارج أرضية الميدان، طالت على ماجد محمد وصلت إلى ركلة مرمى عند ساطع العباسي، ركلة مرمى عند ساطع، هذا ساطع العباسي سبق وأن ارتدى قميص النادي الأهلي، سبق وأن ارتدى قميص النادي الأهلي. واليوم من خلال احداث هذا اللقاء يواجه النادي الاهلي في مباراة اليوم، هو الكرة فيها محاولة وانطلاق الان عقب اللقطة الماضية لكن ايضا تأتي وابعاد يصل بالجهات اليسرى، محاولة التقدم لكن ايضا الى منتصف في ملعب المباراة، الامور لا زالت مستمرة بالهدف الوحيد المسجل الى الان هنا في هذا اللقاء ومن خلال احداث هذه المواجهة. كرة بمحاولة امامية لكن ايضا رأسية من القائد في اللقطة الماضية وفي الكرة الماضية، والحديث عن محمد سالم المال ابعد الكرة لتعود عربوية أمامية طالت على الجميع ووصلت سهلة عن طريق اللاعب يبدو جاسم الجهاز الإداري بالنسبة للنادي العربي مدرب حراس المرمى شاكر البلوشي المدرب العماني المتواجد في الطاقم الفني بالنسبة للنادي العربي مدربا لحراس المرمى مشاهدة في اللقطة الماضية، تحدث أيضا مع أحد المساعدين و الوضع غير سار ابدا بالنسبه للعرباوي، الوضع غير سار حقيقه، يجب ان يعلم الكل ان الانتصارات الاربعه على مستوى الجولات الثماني الاولى ممكن ان تكون مرضيه بالنسبه للكثيرين القريبين من اداره النادي العربي، لكن ايضا الوضع يعلمه الكل لانه غير مطمئن. عموما كره في منطقه الجزاء محاوله ملعوبه اماميه من محمد مونتاري لكن سهله على حارس المرمى ساطع العباسي، ساطع يسيطر على كورته بالشكل المطلوب في اللقطه والمحاوله الماضيه، تعود المحاوله من جديد، لمسه في الجهه اليمنى لمصلحه النادي العربي، الان كره في دائره المنتصف البحث عن التقدم اماميه، الكره والمحاوله الماضيه تصل الى فرانكو يلعب الكرة إلى خارج أرضية الملعب، إلى من؟ إلى حيث لا أحد في اللقطة والكرة الماضية، والقرار يأتي بعد ذلك بوجود رمية تماس. هذا عبد الله معرفي لاعب فريق النادي العربي، أحد الأسماء التي نشأت تربت رعرعت كبرت مع النادي العربي. السلامات، يبدو بأن هنالك تبديلا اضطراريا في تشكيلة النادي العربي، محمد صلاح النيل يترك أرضية الميدان في تشكيلة النادي العربي من خلال اللحظات القليلة الماضية، غير قادر على أن يكمل أجواء المواجهة، والبديل هو عبد الرحمن وليد، عبد الرحمن وليد هو البديل الأول بالنسبة للنادي العربي من خلال مباراة اليوم هنا في هذا اللقاء. إذا يأتي التبديل الآن 24 عبد الرحمن وليد يدخل إلى أرضية الميدان بديلا لمحمد صلاح النيل. سلامات، يعني العرباوية كلهم يعولون الكثير على محمد صلاح النيل من خلال مباراة اليوم، لكن أيضا يبدو بأن الإصابة هي من حالت ما بينهم
وما بين طموحاتهم في هذا اللقاء، ويترك ارضيه ميدان محمد صلاح الدين احد ابرز المتالقين من خلال هذا الموسم بتشكيلة النادي العربي، واحد ابرز الاسماء ايضا للامانه في بطوله الدوري ليس فقط على مستوى النادي العربي. يترك ارضيه الميدان الان ويدخل الى ارضيه الملعب عبد الرحمن وليد كتبديل اول بالنسبه للنادي العربي. كره بمحاوله ملعوبه في الجهات اليمنى الان، التقدم ياتي في اللقطه والمحاوله الماضيه وصلت الى الجهات اليمنى، المحاولة مستمرة، الكرة تأتي عن طريق البرازيلي مايلسون، عرضية اصطدمت تحولت إلى خارج أرضية الميدان، وصلت إلى ركلة ركنية على يسار حارسي المرمى يزن نعيم لمصلحة النادي العربي. فرصة الآن من أجل تقليص الفارق في شو أو من أجل التعديل هو 1-0، هو الفارق واحد، وبالتالي يتقدم مصطفى عبدي، يتقدم أحمد إبراهيم، كرة تأتي عن طريق جارديل في منطقة الجزاء، رأسية من أحمد والتصدي يأتي من يزن نعيم في اللقطة والمحاولة الماضية. يزن نعيم يتصدى، يلعب الكرة لمصلحة النادي الأهلي في التغيير إلى الجهة اليسرى، محسن متولي، تغيير في الجانب المقابل من محسن ايضا للنادي الاهلي، لكن ايضا تدخل يبدو من مصطفى عبدي وابعاد للكره والمحاوله الماضيه لتعود من جديد للنادي الاهلي. كره باقدام ماجد محمد، ماجد يبحث عن التقدم، يضطر للعوده، يمرر الكره والمحاوله الماضيه تصل الى قائد نايجيل ديونج، عوده بالكره الى جون بنسون، اخر من طرد في لقاءات الفريقين في مباراة شهدت الانتصار الأخير للنادي العربي قبل 5 سنوات من الآن بهدف مقابل لا شيء بنفس النتيجة المسجلة. 20 دقيقة الآن مرت على شوط المباراة الأول، محسن متولي يعود بالكرة والمحاولة الماضية تصل في الجهات اليمنى، علي قادري يبحث عن العرضية، تأتي العرضية لكن أيضا الكرة اصطدمت وتحولت إلى خارج أرضية الميدان، رمية التماس تلعب بشكل سريع للنادي الاهلي، محاولة الان في ملعب حمد الكبير. قبل المباراة المتحدث الاعلامي للنادي الاهلي يتحدث بان هذا الملعب يحتاج من خلاله تحقيق الانتصار. ركلة جزاء يتحصل عليها ماجد محمد في اللقطة والمحاولة الماضية، وبالتالي فرصة من أجل هدف آخر يأتي لمصلحة النادي الأهلي. القائد نايجيل ديونج، هذه الكرة والمحاولة الماضية والتدخل يأتي من البديل من الصغير من فراس محمد، هنا الكرة الماضية، وأعتقد بأن قرار نايف القادري سليم. لحظة، هذه الكرة الماضية، نعم لحظة من عطاك الحق تعرقلني وتروح، وقف مكانك نايف قادري في اللقطة الماضية يعلن عن ركلة الجزاء لمصلحة العميد الأهلاوي، ركلة جزاء للعميد، فرصة لهدف آخر، القائد على المسيرة الكبيرة لنايجيل ديونج من أجل هدف آخر الآن في مواجهة ساطع العباسي، يسطع نجم الأهلي في ليلة غائمة هنا في الدوحة. ديونج ولا ساطع ديونج، يسجل الهولندي صاحب 33 سنة القادم من البوندسليغا السوبر ليج في تركيا ومن الكالتشو في الميلان والبريمير ليج مع السيتيزن، يضع الكرة الماضية في المرمى ليعلن الآن عن الهدف الثاني من علامة الجزاء، يسجل النادي الأهلي ويتقدم بهدفين مقابل لا شيء، 2-0 في شوط المباراة الأول، 2-0 في شوط المباراة الأول هنا في هذا اللقاء وفي الدقائق 25 الأولى. آخر ركلة جزاء كانت في الموسم الماضي هنا في هذا الملعب في هذا الملعب عندما فاز النادي الأهلي بأربعة أهداف مقابل لا شيء، يومها حمزة يونس التونسي هو من سجل من علامة الجزاء في مباراة الانتصار بأربعة أهداف مقابل لا شيء، بينما آخر انتصار بهذه النتيجة ب2-0 كان للنادي العربي في عام 2015 أيضا على حساب النادي الأهلي في ملعب حمد الكبير في مباراة انتهت بهدفين مقابل لا شيء.
لمصلحة النادي العربي في ذلك اللقاء. كرة عرماوية في منطقة الأهلاوية، محاولة لمصلحة العميد أو لمصلحة نادي الشعب أو لمصلحة نادي القرن أو لمصلحة فرقة الأحلام أو لمصلحة الأحمر أو لمصلحة فرقة الأوهام في هذا التوقيت. هي ليست إلا فرقة أحلام مضت لكن منذ ذلك التاريخ وأحلام العرباوية لا زالت تراودهم بالعودة إلى منصات التتويج بعد مرور 20 سنة منذ آخر تتويج أو أكثر بلقب بطولة الدوري. كرة بمحاولة في الجهة اليمنى، فرصة أهلاوية الآن، محاولة في منطقة الجزاء، مونتاري بالكعب يلعبها، لا 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 لا، طمع مونتاري حب انه يتفنن مونتاري، ولا كان بإمكانه أن يأتي الهدف الثالث. العب لقادري بالكعب من مونتاري، اصطدمت الكرة الماضية في القائد محمد سالم المال وتحولت إلى خارج أرضية الملعب، وصلت إلى ركلة الركنية. ركنية على يمين حارس المرمى ساطع العباسي. محاولات النادي الأهلي مستمرة، محاولاته مستمرة، حضوره مستمر. يسجل هدف أول، يضيف الثاني، يضغط. كرة ملعوبة في منطقة الجزاء، أبعدت الكرة الماضية. بالرغم من النتيجة، بالرغم من الحضور، بالرغم من أن المباراة على ملعب النادي العربي، بالرغم من هذا كله، بالرغم من أن العربي أفضل على المستوى النقطي، بالرغم من كل شيء، لكن الأهلي، الله على الأهلي وما يقدمه في مباراة اليوم، والله على محسن متولي. كرة يلعبها في الجهات اليمنى الآن، محاولة تصل في منتصف في ملعب المباراة، سيطرة واضحة، استحواذ كبير جدا للنادي الأهلي في شوط المباراة الأول، والتقدم يأتي بهدفين مقابل 2-0، واحد بأقدام قادري وآخر بأقدام القائد نايجل ديونغ من علامة الجزاء. كرة في منتصف في ملعب المباراة، أحمد فتحي الآن يلعب الكرة، تصل إلى البرازيلي دييغو جارديل، تغيير الاتجاه اللعب في الجانب المقابل، التقدم يأتي من فراس، من تسبب بركلة الجزاء إلى أحمد فتحي، إلى محاولة أمامية ملعوبة لكن أيضا تغطية دفاعية بشكل جيد من رباعي خط دفاع النادي الأهلي. خط دفاع الأهلي جيد في مباراة اليوم، ولا يمكن بأن نتحدث عن غير ذلك. والوضعية الحاضرة من خلال أحداث هذا اللقاء لم نشاهد فيها يزن نعيم إلا مرة أو مرتين، ومرة واحدة يعني كان فيها خطأ على لاعب النادي العربي، استثناء ذلك فهو يلعب مرتاح في مرمى حارس مرمى النادي الاهلي يزن نعيم. يواصل الاهلي تفوق اذا الموسم الماضي، لقاء الفريقين في القسم الاول على ملعب النادي الاهلي انتهى 2-2، فريدا بانكا ومشعل مبارك، عمار الجمل ومارديكيان هم سجلوا للنادي العربي. مشعل سجل هدف في الدقائق الخمس الاخيره من كره ثابته خارج منطقه الجزاء، وانتهت المواجهه. مشعل مبارك الذي اعتزل كرة القدم وودع كرة القدم مع نهاية الموسم الماضي. القسم الأول 2-2، في القسم الثاني في هذا الملعب الأهلي انتصر 4-0، حمزة يونس وسيماو، سعد ناطق مدافع النادي العربي سجل في شباك فريقه عن طريق الخطأ، وفي النهاية اختتم المشوار مشعل عبد الله المتخصص في التسجيل خلال السنوات الماضية. مشعل سجل في الموسم قبل الماضي ايضا هدفين في مباراة الذهاب واحد وفي مباراة الاياب واحد، قبل ذلك ايضا كان قد سجل في شباك النادي العربي، قبل ذلك ايضا كان قد وضع بصمته، قبل ذلك ايضا في مباراة 6-3 سجل هدفين، ودائما في كل موسم يضع بصمته في شباك النادي العربي. في هذا الموسم هذا هو اول لقاء بالنسبة لمشعل عبد الله المتواجد على مقاعد البدلاء في مباراة اليوم وفي تشكيلة المدرب ميلان مارشالا. كرة إلى خارج أرضية ملعب، هذا أحمد إبراهيم مدافع الدولي العراقي، أكثر من تجربة على مستوى الملاعب الخليجية بالنسبة للمدافع العراقي أحمد إبراهيم، لاعب النادي العربي والرجل القادم من منافسات بطولة الدوري السعودي لكرة القدم. أحمد إبراهيم خلف صاحب 26 سنة، لعب للاتفاق ولكن قبل ذلك في دولة الإمارات، لعب لنادي الإمارات وعجمان ولنادي الوصل، وفي العراق بدأ مشواره مع إربيل وكان حاضرا أيضا في فترة من الفترات مع فريق الشرطة. كرة بمحاولة من محسن متولي، تغيير كامل لاتجاه اللعب، كرة تأتي، الله الله الله،
حلوة الكرة الماضية من محسن متولي، وأحلى أيضا تأتي عن طريق اللاعب الحاضر أمامنا الآن ماجد محمد بالقدم اليمنى على الطاير. يا سلام يا سلام، كرة ماجد محمد علت العارضة وتحولت إلى خارج أرضية الميدان. ركلة مرمى، تلعب ركلة المرمى بشكل سريع، تعود المحاولة في دائرة المنتصف الآن، تغطية عودة بالكرة الماضية لمصلحة النادي العربي الآن. المحاولات المستمرة الحاضرة في اللقطة والكرة الماضية، العربي الآن بتمريرات يبدأ السيطرة تدريجيا أو استعادة السيطرة، أو خلنا نقول يبدأ نسبيا في امتلاك الكرة بشكل أكبر مما كانت عليه الأمور في الدقائق 25 الأولى التي سيطر فيها النادي الأهلي، وصل فيها سجل هدفين وصنع الفوارق ليتقدم بهدفين مقابل لا شيء، ليتقدم بهدفين مقابل لا شيء. كرة إلى خارج أرضية الميدان الآن، ركلة ركنية، ركنية على يسار حارس المرمى يزن نعيم، يحاول النادي العربي تقليص الفارق. ركنية الرابعة للنادي العربي من خلال شوط المباراة الأول، السادسة في المباراة، كرة ملعوبة لكن أيضا تأتي وإبعاد في اللقطة الماضية، محاولة تأتي من علي قادري، كرة اصطدمت تحولت إلى خارج أرضية الميدان. هذا الشيب، شيبة ميلان ماتشالا، ميلان ماتشالا، توجيهات تأتي من أجل ربما عدم التراجع. هو ميلان ماتشالا يعني لا يعتمد كثيرا على الكرة الدفاعية وتنظيم الدفاعي، ولا يعتمد على تغلاق المنطقة واللعب على المرتدات، وشاهدنا في تجرباته السابقة أو تجاربه السابقة، شاهدنا في تجاربه السابقة بأن دائما ما يكون يبحث عن الكرة الهجومية ويبحث عن التسجيل ويبحث عن الوصول إلى مرمى المنافس بطريقة لعبه بأسلوبه، ولو أن أيضا الكثير يتحدث عن أن الرجل فقد الكثير من البريق خلال الفترة الماضية وكبر في السن ولم يعد يمتلك أيضا ذلك التكتيك أو التعامل المميز، لكن في النهاية يعني قد يلبي طموحات النادي الأهلي، قد يلبي طموحات النادي الأهلي، الأهلي في الفترة الحالية مش أهلي زمان، أن الأهلي زمان طموحاته كانت المنافسة، الفترة الحالية أن ينهي الدوري في مراكز الوسط، نعتقد بأن هذا الأمر هو الأمر المناسب بالنسبة للنادي الأهلي وهو ما يحدث إلى الآن. كرة في منطقة الجزاء، محاولة رأسية تأتي لكن صافرة موجودة وخطأ، صافرة موجودة وخطأ على أحمد إبراهيم، قرار حكم المباراة نايف القادري. والقرار يأتي ببطاقة صفراء على أحمد إبراهيم، خطأ لمصلحة النادي الأهلي في منطقة جزاء. نلعب بعد مرور 31 دقيقة من أحداث شوط المباراة الأول، الوضعية سجل من خلالها النادي الأهلي هدفا مبكرا في الدقائق الخمس الأولى بأقدام علي قادري، ثم أضاف بعد ذلك الهدف الثاني عن طريق اللاعب الهولندي نايجيل ديونغ. 2-0 إلى الآن. عموما محاولة لمصلحة النادي الأهلي، أمامية ملعوبة، الكرة الماضية وصلت بشكل مميز جدا من محسن، يلعبها في الجهات اليمنى، ماجد محمد يتقدم يلعب عرضية داخل منطقة الجزاء، رأسية من مونتاري لكن علت العارضة، الكرة والمحاولة الماضية تحولت إلى خارج أرضية الملعب وصلت إلى ركلة مرمى. شوف كرة محسن، محسن متولي لاعب يقدم أداء مميز جدا، لاعب ممتع، 4 أهداف لمحسن متولي إلى الآن في هذا الموسم، سجل كان حاضرا متألقا من خلال المباريات الماضية. ومحسن متولي يعني شاهدناه في المباراة الماضية يسجل، شاهدناه أيضا قبل ذلك في مباراة الانتصار على نادي قطر سجل، محسن متولي سجل في مباراة الانتصار على الخليطيات، على الخليطيات سجل هدفين، وفي مباراة الانتصار على الشحانية أيضا سجل، واليوم
ومن خلال احداث هذا اللقاء يصنع هدف في المباراه الاول ويقدم كره قدم مميزه مع النادي الاهلي وصولا الى الدقيقه رقم 32. محاوله عرباويه، العربي يبحث عن التقليص الان، كره في جهه اليمنى محمد سالم، المال عرضيه تاتي لكن هي يعني بمثابه التسديد على المرمى، مرت من امام الجميع، تحولت في الجانب المقابل الى خارج ارضيه الميدان، وصلت الى ركله مرمى. هذه الاستلام بشكل رائع جدا، والكره بعد ذلك من محمد سالم المال مرت وصلت في الجانب المقابل الى رميه تماس. تعود المحاوله من جديد الان لمصلحه النادي الاهلي، كره ملعوبه اماميه لكن ايضا تغطيه دفاعيه من احمد ابراهيم، ابعاد الكره والمحاوله الماضيه عبد الله معرفي يلعبها اماميه صافره موجوده وخطا لمصلحه فراس محمد، خطا لمصلحه النادي العربي الى كره ملعوبه اماميه على فرانكو، او هذا مايلسون، مايلسون كره في المنتصف من عبد الله معرفي الى احمد فتحي الى تغطيه وابعاد في اللقطه والمحاوله الماضيه، خلص الكره على المدافع الايراني محمد رضا، عادت وصلت الى مونتاري، محاوله لتغيير اتجاه اللعب في الجانب المقابل لكن ايضا تراجع في توقيت مميز جدا من فراس، ابعاد للكره والمحاوله الماضيه. تعود عرباويه الان في منتصف ملعب المباراه، تراجع النادي الاهلي، كان ممكن ان يتعامل مع المباراه بشكل افضل في مساله استغلال الظروف اللي مر فيها النادي العربي. هاي شغله، الشغله الثانيه العربي الان، العربي استفاق في اللحظات القليله الماضيه وبالتالي اصبحت وضعيته فيها سيطره اكبر على الكره. عبد الرحمن وليد، عرضيه كره في منطقه الجزاء راسيه تاتي لكن الى خارج ارضيه، الى خارج ارضيه الملعب، حكم المباراه ربما يعلن عن وجود ركله ركنيه. هذا فرانكو أريزالا لعب الكرة الرأسية الماضية، ونايف القادري يرى بأن الكرة لامست جون بينسون وهي في طريقها إلى خارج أرضية الميدان، وبالتالي يأتي القرار بوجود ركلة ركنية على يسار حارس المرمى ينزى النعيم، ركنية ملعوبة في منطقة الجزاء للنادي العربي. يتدخل نايجيل ديونغ، أبعد الكرة الماضية إلى ركلة ركنية من جديد، وتكون الركنية السادسة للعربي في شوط المباراة. عدد ركنيات كبير لكن لم تستغل الى الان، لم تستغل. هذا اللاعب البرازيلي مايلسون 24 سنه، لاعب قادم من الدوري الكوري الجنوبي، لعب في الموسم الماضي مع فريق جيجو يونايتد، جيجو يونايتد في الدوري الكوري، وجاء مع بداية هذا الموسم أو انتقل عفوا مع بداية أو في منتصف الموسم الماضي إلى نادي كريسيوما في الدوري البرازيلي، ومن البرازيل جاء للنادي العربي مع بداية هذا الموسم. لا يلبي طموحات النادي العربي، كرة في محاولة فرصة للهدف الثالث، محسن متولي يسجل، محسن يسجل، يوصل الإبداع والتألق، محسن يضع بصمته في مباراة اليوم بشكل أكبر، صنع الأول، سجل الثالث، محسن. شوف الكرة والمحاولة الماضية، هنا الخطأ يأتي في اللقطة الماضية، شوف التمريرة من مونتاري إلى محسن متولي، انفراد بالمرمى وكرة في الشباك، صعب اللقطة الماضية على مصطفى عبدي، والله عليك يا محسن، الله عليك يا محسن، وين وين وين، كرة في المرمى، هدف ثالث. مرة أخرى في مرمى ساطع، لكن هذه المرة بأقدام محسن متولي الذي يقدم أداء كبير. فرصة الرابع لمصلحة النادي الأهلي، المحاولة مستمرة، الدخول في المنطقة والسقوط، لكن حكم المباراة يعلن عن الاستمرارية، لا وجود للخطأ،
يا الله، سيناريو المباراة الماضية، سيناريو المباراة الماضية، ما الذي تغير في النادي العربي؟ تغير المدرب ولا كل شيء على حطة ايدك؟ ما في شيء آخر تغير إلا المدرب. مباراة الماضية الشوط أول انت بثلاثية نظيفة أمام نادي الغرافة في المباراة الماضية وفي المواجهات الماضية التي كانت حاضرة بالنسبة للنادي العربي. أحمد علاء سجل هدفين، واحد من ركلة جزاء، اليوم ثلاثية واحد منها من ركلة جزاء هنا بالنسبة للنادي العربي في مواجهات النادي الأهلي. ويبدو بأن نتيجة الموسم الماضي في طريقها إلا أن لم تكن أكبر، إن لم يتدارك العرباوية الموقف، إن لم يتدارك الوضع، إن لم يضعوا يدهم على الجرح. الكل يضع يده على الجرح إلا الإدارة، للحين قاعدين يدورون، مو بعارفين الخلل وين، ولا عارفين الجرح وين، ولا عارفين من وين يرجعون السالفة. الوضعية بالنسبة للعربي مؤلمة، مؤلمة جدا. شوط أول إلى الآن بثلاثية بالنسبة للنادي الأهلي هنا في هذا اللقاء. أولا لأقدام قادري، ثانيا من علامة الجزاء للقائد نايجيل ديونغ، ثالثا يسجل محسن متولي خامس أهدافه في بطولة الدوري في هذا الموسم. محسن يسجل، يصل إلى الهدف الخامس، وبالتالي هو اللاعب الوحيد اللي موجود في الدوري الآن عنده خمس أهداف على مستوى المنافسات، وأمام نامتايهي ويانيك ساكبو ورشيد تبركنين وعبد القادر الياس، كل واحد منهم عنده ستة أهداف. يأتي بعد ذلك يوسف العربي بسبعة، أكرم عفيف بثمانية، وبغداد منجح هو من يتصدر ب15 هدف من ستة مباريات. يا له من رقم، أو من سبع مباريات، خمستاشر هدف لبغداد منجح، لأن السد عنده مباراة مؤجلة مع السيلية وما راح يلعب هالجولة أيضا مباراته مع الدحيل. بالرغم من هذا كله الدحيل سيبقى في الصدارة، يعني بمباراتين أقل الدحيل سيبقى في الصدارة مع نهاية هذه الجولة. فرصة لمصلحة النادي العربي، الكرة والمحاولة الماضية تصل إلى علي قادري، الحين عنده 19، السد ما راح يلعب، الدحيل ما راح يلعب، مواجهاتهم مع بعض. فرصة الآن الهدف الرابع من مونتاري أمامية، الكرة والمحاولة الماضية وصلت إلى محسن متولي داخل منطقة الجزاء لمصلحة النادي الأهلي. نايجيل ديونغ الآن يبحث عن التسديد، سدد، لكن كرة وين؟ علت العارضة، تحولت إلى خارج أرضية الملعب، وصلت إلى ركلة مرمى، هذه كرة محسن، إلى خارج أرضية الميدان. سلامات لمحمد سالم المال قائد الفريق، يسقط في أرضية الملعب. حاتم المؤدب هذا الرجل الحاضر أمامنا الآن، ومناقشة مع المساعد، يعني ما الذي يمكن أن يفعله حاتم؟ رجل، نعم، لا يمكن أن نلومه بأي شكل من الأشكال، هو رجل يعني يقدم أداء جيد مع فريق تحت 23 سنة، لكن الوضع يختلف في دوري النجوم، الوضع يختلف هنا مع الكبار، الوضع يختلف في الكثير من الأشياء، بالنسبة للنادي العربي. عموما لا زال أمامنا شوط ننتظر فيه العربي من خلال أحداث هذه المواجهة في ديربي الهلال، ثلاثية نظيفة إلى الآن. هذا كله المتخصص الأكبر مشعل عبد الله على مقاعد البدن، هذا كله، ومشعل ما يلعب، لو ينزل شوط المباراة الثاني ممكن
أن نشاهد نتيجة كبيرة كارثية أخرى على النادي العربي اليوم بهذه الوضعية بهذه الطريقة. ممكن أن نشاهد شوط أول كرة بمحاولة ملعوبة الآن وصلت إلى علي قادري، دال مشارف في المنطقة، الكرة بتمريرة تأتي لكن أيضا تغطية ويبعد. كان ممكن الأهلي يخلصها 4-5 في الشوط الأول. وضع كارثي في خط دفاع النادي الأهلي العربي، عفوا هو العربي، يعني لا دفاعيا لا هجوميا جيد من خلال هذا الموسم، لا يعرف يدافع صح، لا يعرف يهاجم صح، الوضعية فيها خلل كبير جدا على مستوى العناصر على المستوى الفني أيضا. يجب أن لا تلام الإدارة في كل شيء، يجب أن لا تلام الإدارة في كل شيء حقيقة، لنتحدث ببعض الواقعية. نقص على الإدارة، نعم هذا أمر طبيعي جدا لأنها هي المسؤول الأول. كرة بمحاولة الآن مرتدة من أجل تقليص الفارق، من أجل إعادة الأمل، من أجل رسم ابتسامة غائبة منذ فترة طويلة. كرة بمحاولة تأتي لكن تغطية وإبعاد، أبعدت الكرة في مرة أولى، عادت من محمد سالم المال، عرضية في منطقة الجزاء، الكرة بعد ذلك أبعدت، تخلصت الآن في دائرة المنتصف، التغطية تأتي بعد الكرة الماضية أمامية ملعوبة لكن أيضا تدخل دفاعي من جون بينسون، خلص الكرة، محاولة لأحمد إبراهيم، أحمد فتحي إلى فراس، عودة إلى عبد الله معرفي، كرة بمحاولة وتسديدة اصطدمت الكرة والمحاولة الماضية، تعود مرتدة سريعة لمصلحة النادي الأهلي، تاجر ديونغ إلى محمد مونتاري إلى ديونغ، كرة في الجهة اليسرى عند خليل شريف، محاولة تأتي بعد ذلك التدخل والإبعاد، تصل إلى خارج أرضية الملعب، إلى خارج أرضية الملعب. وقت الأصلي انتهى، نلعب في دقيقة وحيدة كوقت بدل ضايع. مشاهدينا متابعي قنوات الكاس أينما كنتم، الأهلي يتقدم، في شوط المباراة الأول بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، يبحث عن الرابع في اللحظات الأخيرة، كرة من محمد مونتاري، عودة إلى علي قادري، تسديدة من علي، كرة مرت تحولت إلى خارج أرضية الملعب، معها معها صافرة نهاية شوط المباراة الأول. يطلبها هاي صوت الصورة يا أرضية الميدان عادي الملا عادي تفضل. عربي لم نشاهد بصورة كان يتمناها جمهوره، يعني يظهر فيها ليعوض خسارة الجولة الماضية التي كانت قبل التوقف الدولي، والوضعية التي شاهدنا من خلالها حقيقة لربما استمرارية للصورة السيئة أمام نادي الغرافة، واللي انتهى هنالك أيضا شوطها الأول بثلاثية نظيفة، اليوم أيضا بنفس النتيجة بثلاثة أهداف، هذه المرة أمام النادي الأهلي في ديربي الهلال. عموما العربي اضطر إلى إجراء تبديل في الشوط الأول،
أصيب محمد صلاح النيل ودخل عبد الرحمن وليد كبديل بالنسبة لتشكيلة المدرب حاتم المأدب والساطع العباسي في حراسة المرمى، محمد سالم المال في الجهات اليمنى، أحمد إبراهيم ومصطفى عبدي فراس محمد في الجهات اليسرى، فرانكو أريزالا وأحمد فتحي وعبد الله معرفي ودييغو جارديل البديل عبد الرحمن وليد والبرازيلي مايلسون. هذه هي تشكيلة النادي العربي في 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 مباراة اليوم وبالتحديد في شوط المباراة الثاني. في الجانب المقابل الأهلي يستمر بنفس الأسماء، طبيعي جدا، كبير النتيجة في شوط المباراة الأول، مرضية للأنصار للمتابعين للاعبين للجهاز الفني للإداري. يزن نعيم في حراسة المرمى، خليل شريف، جون بنسون، محمد رضا، جاسم محمد في خط الدفاع، أمامهم أوميد إبراهيمي ونايجل ديونغ، محسن متولي في الرواق الأيمن وماجد محمد في الجانب الأيسر، أمامهم قادري وفي المقدمة هنالك اللاعب اللي هو محمد مونتاري. كرة فيها تدخل وبطاقة صفراء على نايجل ديونغ. هذه الكرة والمحاولة الماضية يبدو بأن هنالك تبديل، ياسين دخل إلى أرضية الملعب، هذا ياسين يعقوب، وبكل تأكيد سيكون مكان اللاعب ربما محمد سالم المال، محمد سالم المال الذي كان يعاني من إصابة في شوط المباراة الأول. عموما ياسين هو بديل آخر في تشكيلة النادي العربي من خلال هذا اللقاء من خلال شوط المباراة الثانية. إذا محمد سالم المال نعم يترك أرضية الميدان وشارة القيادة تتحول إلى أحمد فتحي ومكانه إلى اللاعب اللي هو ياسين يعقوب. كرة بمحاولة في الجهات اليمنى الآن، التقدم يأتي لمصلحة اللاعب البرازيلي في اللقطة الماضية مع إيلسون، لكن أيضا تغطية دفاعية وإبعاد، المحاولة لا زالت مستمرة، الكرة بعد ذلك إلى خارج أرضية الميدان، صافرة أو خطأ على أوميد إبراهيمي أو على اللاعب، هي رمية تماس، رمية تماس لمصلحة النادي العربي، تلعب الكرة الآن ورمية التماس، عودة من فرانكو أريزالا، ركنية أخرى للنادي العربي، هذا ياسين يعقوب. محاولة إلى ركلة ركنية ملعوبة في منطقة الجزاء، كرة رأسية خطيرة لكن صافرة وخطأ، صافرة وخطأ، هدف ملغي لأحمد إبراهيم. هذه الكرة والمحاولة الماضية، هل هنالك خطأ على أحمد إبراهيم؟ نعتقد مثل هذه الالتحامات عادية في كرة القدم. هدف ملغي للاعب الدولي العراقي احمد ابراهيم، هدف كان ممكن ان يغير كثيرا من مجرى المباراه ومن الوضعيه اللي نشاهد فيها الفريقين. هدف احمد ابراهيم اذا تم الغاءه وبالتالي تستمر الامور بثلاثيه النظيف العربي. يبدا شوط المباراه الثاني بشكل افضل مما كانت عليه الامور في الشوط الاول. يبدا شوط المباراه الثاني بشكل جيد، الوضعية الحاضرة فيها سيطرة، فيها استحواذ، فيها محاولات، فيها هدف ملغي إلى الآن، وبالتالي ممكن أن يقلص الفارق النادي العربي في مباراة اليوم أو في شوط المباراة الثاني، لكن إلى الآن لا يقدم تلك الجودة اللي ممكن أن نتحدث من خلالها بأنه قادر على أن يعود إلى أجواء المواجهة. عموما كرة إلى خارج أرضية الملعب الآن، رمية تماس تلعب تنفذ من جاسم محمد، تصل إلى محسن متولي، إلى جاسم، عرضية في منطقة الجزاء، إبعاد، وصلت إلى أوميد إبراهيمي، يلعب الكرة والمحاولة الماضية علي قادري، كرة في الجهة اليمنى، محاولة ملعوبة الآن، التقدم يأتي من جاسم محمد والعرضية في الكرة الماضية اصطدمت في اللاعب الحاضر أمامنا الآن فراس محمد وتحولت إلى ركلة ركنية. محسن يبحث عن التقدم، يتقدم، يلعب الكرة لكن عالية مرت من أمام الجميع، تجاوزت خط المرمى، تحولت إلى خارج أرضية الملعب، ركلة مرمى، ركلة مرمى عند الحارس ساطع العباسي، ياخذ مكان مسعود زراعي على مستوى التشكيلة الأساسية بالنسبة للنادي العربي في مباراة اليوم. هو من خلال أحداث هذه المواجهة ويتواجد زراعي على مقاعد البدلاء العربي، بقي له تبديل واحد، تبديل وحيد متبقي بالنسبة للنادي العربي من خلال هذه المواجهة. شاهدنا فراس ياخذ مكان
محمد سالم المال بعد نهاية شوط المباراة الأول أو قبل بداية الشوط الثاني. شاهدنا في الشوط الأول إصابة محمد صلاح النيل والبتير عبد الرحمن محمد، هنالك فهد خلفان على مقاعد البدلاء، هنالك طارق حامد أيضا على مقاعد البدلاء، هنالك علي محمد بالإضافة إلى إبراهيم ناصر كلة، هي الأسماء المتواجدة في صفوف النادي العربي. قد يعتمد عليها المدرب حاتم المادة. كرة بمحاولة فرصة لهدف رابع، محسن يلعب الكرة الماضية لكن تصطدم الكرة والمحاولة وتعود لعبد الرحمن وليد. لمسة لمصلحة النادي العربي في الجهة اليسرى، عبد الرحمن يلعب الكرة الأمامية، تغطية دفاعية من خليل شريف إلى خارج أرضية الملعب أو التقدم والتغطية كانت في اللقطة الماضية من الإيراني المتقدم محمد رضا، أبعدها إلى خارج أرضية الميدان. الأهلي من يمتلك على مقاعد البدلاء؟ محسن اليزيدي، علي فريدون، مشعل عبد الله، ناصر خلفان، بارو صديقي، اسماء جيدة بالنسبة للنادي الأهلي على مقاعد البدلاء بالإضافة إلى عبد الرحمن محمد. الغريب غريب غريب أن الأسماء اللي موجودة على مقاعد البدلاء ما فيها ولا لاعب مدافع، ولا لاعب مدافع. تشكيلة ميلان ماتشالا يعتمد فيها على 4 لاعبين يعني موجودين في أرضية الملعب. المقاعد البدلاء ما فيها ولا لاعب مدافع. محسن يزيدي لاعب وسط، علي فريدون، مشعل عبد الله، ناصر خلفان مهاجمين، بارو صديقي لاعب وسط، عبد الرحمن محمد لاعب وسط بالإضافة إلى حارسي المرمى رودريغوس. كل هذه الأسماء السبعة اللي موجودة على دكة بدلاء ميلان ماتشالا في مباراة اليوم لا يعتمد فيها على مدافع، وبالتالي فيما لو يعني شاهدنا لا قدر الله إصابة أو بطاقة حمراء لأحد المهاجمين سيضطر ربما نايجل دي يونغ أو أوميد إبراهيمي للعودة من أجل أن يكون متواجد في كلاعب مدافع مع النادي الأهلي فيما لو أقول، لكن هي فرضية قائمة ممكن أن تحدث وممكن لا. كرة بمحاولة عرضية تأتي من مونتاري، أبعدت الكرة والمحاولة الماضية تعود في الجانب المقابل لمصلحة النادي العربي. ياسين يعقوب أمامية ملعوبة من ياسين في منتصف في ملعب المباراة، استلام من فرانكو أري 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 زالة، تعود المحاولة الآن عن طريق أوميد إبراهيمي، لمسة إلى نايجيل دي يونغ. يسير الأهلي تشعر المباراة بالطريقة التي يرغب فيها، بالطريقة التي يتمناها، وبالطريقة التي يريدها. ترك النادي العربي في بداية شوط المباراة الثاني يتقدم يحاول يصل لكن أيضا لم يسجل. يعود النادي الأهلي الآن تشعر أنه يمتلك الكثير من الثقة في مسألة التعامل مع أحداث اللقاء. جاسم محمد الآن تغيير كامل اتجاه اللعب، لقطة والمحاولة الماضية يتدخل فيها ياسين يعقوب والكرة بعد ذلك تبعد لتعود من جديد في منتصف في ملعب المباراة لمصلحة النادي الأهلي بأقدام القائد نايجيل دي يونغ. علي قادري يلعب كرة لمحسن متولي، محمد مونتاري، تسديدة قوية تأتي لكن علت العارضة تحولت إلى خارج أرضية الميدان. الكرة تصل من أوميد إبراهيمي، ركلة مرمى ساطع العباسي. هل اكتفى النادي الاهلي؟ بثلاثية شوط المباراة الاول وبالتالي يفكر الان في مسألة المحافظة. على هذه النتيجة المسجلة كرة بمحاولة أمامية الآن ملعوبة لمصلحة النادي العربي لكن أيضا خروج بتوقيت مناسب جدا من يزن نعيم، يتصدى للكرة والمحاولة
كرة لمصلحة النادي العربي. السيطرة تأتي، الاستحواذ يأتي، لكن الوضعية ليست بالشكل المطلوب إلى الآن. محاولة مرور هنا في الجهات اليسرى، كرة داخل منطقة الجزاء، عودة بالمحاولة الماضية، لمسة في الجهات اليمنى، التقدم يأتي الآن بأقدام ياسين داخل المنطقة عرضية، لكن سهلة عند حارس المرمى حارس يزن. يزن يسيطر على كرته بالشكل المطلوب. تعود لمصلحة النادي الأهلي الآن، كرة محاولة أمامية وصلت إلى محمد مونتاري، يتقدم في منطقة الجزاء، محمد مونتاري فرصة للرابع، تأتي الكرة الماضية، يا سلام، حلوة ملعوبة الكرة ما بين مونتاري وما بين ماجد محمد، لكن في النهاية اصطدمت، تحولت إلى خارج أرضية الميدان. الآن رمية التماس، شوف الكرة والمحاولة الماضية، مرور بشكل رائع من محمد مونتاري إلى ماجد، ماجد بالكعب إلى مونتاري، مونتاري سدد بالقدم اليسرى، كرة اصطدمت في المدافع العراقي أحمد إبراهيم. أحمد إبراهيم يمنع هدف عرباوي رابع. كرة بتسديدة من مايلسون إلى خارج أرضية الميدان. ندخل إلى أجواء الدقائق 13 الأولى في شوط المباراة الثاني، دقيقة 58 من عمر المباراة. محاولة أخرى لمصلحة النادي الأهلي، تشعر أن الأهلي في كل كرة في كل محاولة قادر على أن يصل إلى المرمى، قادر على أن يسجل، قادر على أن يشكل الخطورة على مرمى ساطع العباسي، بينما في الجانب المقابل تشعر بالعجز بالنسبة للنادي العربي. كلما اقترب من مرمى النادي الأهلي حلول مش موجودة، لا مايلسون، لا دييغو جارديل، لا فرانكو أريزالا. للأمانة يعني وضعية المحترفين أيضا في النادي العربي لا تساعد. شوف محسن متولي مثلا شو اللي يسويه مع النادي الأهلي، شوف أوميد إبراهيمي، ناجل ديونغ في المنتصف يقدمون أداء جيد حقيقة بالرغم من التقدم ناجل ديونغ في العمر. نشوف في الجانب المقابل محترفين النادي العربي باستثناء أحمد إبراهيم، أنا أعتقد شخصيا يعني مسألة التجديد دييغو جارديل كانت يعني مسألة غير مقنعة أبدا أبدا. دييغو جارديل استقطاب مايلسون، فرانكو أريزالا لا يقدمون الإضافة للنادي العربي، لا نشعر بوجودهم. العربي عندما يتألق في هذا الموسم فأن التألق يأتي من فتحي، من محمد صلاح النيل، هي الأسماء التي تصنع الفارق بالنسبة للنادي العربي أمام محترفين النادي العربي حقيقة. كما ذكرت ممكن باستثناء أحمد إبراهيم، أحمد إبراهيم ممكن الوحيد اللي يستحق البقاء فيما لو فكرت إدارة النادي العربي في تغيير المحترفين في الموسم أو في منتصف الموسم مع فترة الانتقالات الشتوية القادمة. هذا مساعد المدرب بالنسبة للنادي العربي، مسألة الاستعانة بمدرب أيضا مطلب كبير للعرباوية، يجب أن يجدوا لهم مدربا قادرا على قيادة الفريق. كرة في الجهات اليمنى الآن، محاولة ليوميد إبراهيمي لمصلحة النادي الأهلي، أمامية ملعوبة الآن، لكن طالت الكرة الماضية على قادري، وصلت سهلة عند حارس المرمى ساطع العباس. ساطع سيطر على كرته بالشكل المطلوب. محاولة ملعوبة أمامية، سهلة عند حارس المرمى يزن نعيم. هذا فرانكو أريزالا محترف الكولومبي، والكولومبي الوحيد اللي موجود في بطولة الدوري. فرانكو أريزالا 32 سنة، قادم
من بلاده من فريق أتلتيكو بوكارامانيا. أتلتيكو بوكارامانيا اسم النادي اللي كان يلعب فيه قبل ذلك، كان يلعب مع فريق مكسيكي اسمه تشياباس، قبل ذلك لعب لبويلبا ايضا او بويبلا في الدوري المكسيكي لكرة القدم. اللاعب فرانكو اريزالا، كرة فيها محاولة في الجهات اليمنى الان، تسديدة تأتي لكن علت العارضة تحولت إلى خارج أرضية الميدان من أوميد إبراهيمي أو من إبراهيم أحمد إبراهيم إلى ركلة مرمى. محاولة تعود لمصلحة النادي العربي من جديد. شوط ثاني ممل إلى الآن ما بين الفريقين. الوضعية الحاضرة من خلال أحداث هذه المواجهة هنا في هذا اللقاء لا زالت بنفس الأمر الذي كان في شوط المباراة الأول. الأمور تستمر منذ شوط المباراة الأول بثلاثية تقريبا نفس السيناريو. اللي كان في المواجهة الماضية للنادي العربي أمام الغرافة. محاولة ملعوبة في الجهات اليمنى الآن. لمسة عن طريق البرازيلي مايلسون. يلعب الكرة والمحاولة الماضية تعود من جديد. كرة على مشارف في منطقة الجزاء. عادت إلى منتصف ملعب المباراة. الوضعية الحاضرة بالنسبة للنادي العربي لا يمكن أن تشعر بأن الفريق قادر على العودة على التسجيل على الوصول إلى التعادل أو أقل تقدير ممكن أن يقلص الفارق. الأهلي يلعب بأريحية ممكن أن ينجح من خلالها في إضافة هدف خامس. كرة يتقدم فيها محسن في الجهات اليمنى، ينطلق محسن، التغطية تأتي من مصطفى عبدي، محسن داخل منطقة الجزاء يلعب الكرة العرضية الماضية لكن تغطية دفاعية وإبعاد للكرة تصل إلى خارج أرضية الملعب. الآن ركلة مرمى أو رمية تماس. كرة إلى رمية تماس تلعب لمصلحة النادي العربي الآن. تبديل أول للنادي الأهلي، أنجيل ديونغ يترك أرضية الملعب والبديل محسن متولي. أو عفوا محسن اليزيدي ياخذ مكان نايجيل ديونغ كتبديل أول حاضر بالنسبة للنادي الأهلي. كرة بمحاولة في منطقة الجزاء، تمريرة في اللقطة والكرة الماضية مطالبة بلمسة يد لكن حكم المباراة يشير بالاستمرارية لا وجود للخطأ. تعود المحاولة من جديد مرتدة لمصلحة النادي العربي، ملعوبة في الجهات اليمنى الآن. صافرة موجودة وخطأ. وضعية غير مرضية طبعا ابدا بالنسبه للعربي وجماهير العربي والامور اللي شاهدناها في شوط المباراه الاول وما نشاهده ايضا في شوط المباراه الثاني. عموما
سلامات فراس محمد في أرضية ملعب مشعل عبد الله، يستعد للنزول خلال اللحظات القليلة القادمة من أحداث هذه المواجهة كتبديل آخر كخيار آخر بالنسبة للمدرب. والتوجيهات من حاتم المؤدب ومساعدة لا زالت مستمرة. عموما كرة في منتصف ملعب المباراة، محاولة تصل في الجهات اليمنى، لمسة لمصلحة النادي الأهلي. أمامية ملعوبة من محسن اليزيدي، البديل الوحيد بالنسبة للمدرب ميلان ماتشالا مع النادي الأهلي هنا في شوط المباراة الثاني. اللاعب محسن اليزيدي أخذ مكان القائد ناجل ديونك، يعني المفترض الآن أن تذهب شارة القيادة لعلي قائد. عموما كرة بمحاولة في الجهة اليسرى، أمامية ملعوبة داخل منطقة الجزاء قبل أن تصل، تغطية دفاعية من أحمد إبراهيم، إبعاد للكرة والمحاولة الماضية، تعود الكرة من جديد أهلاوية مرة أخرى. للنادي العربي الآن في منتصف في ملعب المباراة، تمريرة في اللقطة والمحاولة الماضية، لكن أيضا السيطرة أو التمركز الدفاعي بالنسبة للاعبين النادي العربي أو الأهلي يصعب مأمورية العربي في مسألة الوصول للمرمى. هذه كرة فيها تسديدة لكن طالت، ابتعدت، تحولت إلى خارج أرضية الملعب، وصلت إلى ركلة مرمى. هذه الكرة والمحاولة الماضية من عبد الرحمن وليد إلى خارج أرضية الميدان، ركلة مرمى. الأمور الحاضرة من خلال أحداث هذه المواجهة هنا في هذا اللقاء، يعني التقدم منذ شوط المباراة الأول لم تتغير النتيجة واستمرت الأمور بهذه الكيفية بهذه الطريقة. الآن تبديل، أو ياسين يعقوب يترك أرضية الملعب. يبدو ان حكم المباراة طلب من ان يضع واقي القدم، واقي الساق عفوا، يعني هذه من الاشياء الضرورية في عالم كرة القدم. قاعد تضيع وقتك ووقت وانت محتاج لاي ثانية الان في هذه المباراة. الاشياء الضرورية في عالم كرة القدم، واقي الساق هي الاشياء التي لا يمكن للاعب كرة القدم ان يدخل فيها ارضية ملعب بدونه. حكم المباراة ما راح يسمح لك، على حال الشورت، على حال التيشيرت، على حال الجوارب، على حال تكرمون الحذاء، هذه اشياء ضرورية. واقي الساق من الاشياء الضرورية، وبالتالي ان يدخل لاعب كرة قدم من غير واقي الساق اعتقد هذا امر يعني خلاص زمان قبل يلعبون من دون هذا بهذه الاشياء، لكن حاليا لا خلاص، يعني شيء واضح وصريح وممنوع. حكم المباراة لا يقبل لاي لاعب بان يتواجد في ارضية الميدان من دون واقي الساق. عموما كرة لمصلحة النادي العربي هنا في الجهات اليسرى، تمريرة في اللقطة الماضية، يحاول عبد الرحمن وليد، اصطدمت الكرة والمحاولة الماضية ابتعدت
نصل إلى آخر 20 دقيقة أو 19 دقيقة بالنسبة للنادي العربي هنا في هذا اللقاء من أجل العودة لنتيجة المباراة، من أجل محاولة تقليص الفارق حتى في مباراة اليوم. أمور واضح بأنها غير مطمئنة جدا بالنسبة للعربي، لا في الحاضر، لا في مباراة اليوم، لا في المستقبل القريب. وبالتالي وضعية جماهيرة دائما وأبدا ستبقى في الانتظار، ودائما ما تعلمنا وشاهدنا من جماهير النادي العربي يعني مع فريقها في السراء والضراء، عربي الذي دائما ما نتحدث عنه ونقول عن قاعدته الجماهيرية، وللأمانة بدأت تدريجيا تنقص. يعني لنأخذ بعين الاعتبار هذا الأمر، العرباوية هم مستمرين على ما كانوا عليه، لكن الآن أصبح الأب غير قادر على أن يجبر أبناءه على تشجيع النادي العربي. أصبح الأبناء يفكرون في الأندية الأخرى، يبحثون عن الأندية الجماهيرية، وبالتالي هذا أمر يسجل من خلاله مؤشر خطير بالنسبة للنادي العربي وجماهير النادي العربي في الفترة القادمة، وفي السنوات القليلة القادمة. يجب أن يتدارك اللاعبين الوضع، يجب أن تتدارك الإدارة الوضع، يجب أن يعلم العرباوي في كل مكان بأن الأمر ليس في غاية السهولة، الأمور تتغير والكثير من الأشياء تتبدل. وبالتالي حال العربي من 20 سنة هو نفس الحال منذ آخر بطولة في 97، مع نهاية هذا الموسم سنصل إلى 22 سنة العربي من دون أي بطولة، جماهيرة هجرت المدرج، وهذا أمر غير معتاد بالنسبة لجماهير النادي العربي. لم نعتد على مثل هذه الأمور خلال السنوات الماضية. بدأت الجماهير تستبشر خير مع بداية الموسم، الوضعية التي جاءت بعد ذلك بالخسارة الكبيرة المدوية بالنسبة للنادي العربي بعشرة أمام السد في مباراة ديربي الدوحة، اليوم في مباراة ديربي الهلال ثلاثية منذ شوط المباراة الأول ومن خلال أحداث هذه المواجهة بالنسبة للنادي العربي والأمور، أو بالنسبة للنادي الأهلي على حساب النادي العربي. أمر غير مطمئن حقيقة، غير مطمئن. العرباوية والأسرة العرباوية الكبيرة والجماهير العرباوية أيضا كان الله في عونه. العربي الذي افتقد إلى واحد من أكبر محبيه ومشجعيه. كرة بمحاولة لمصلحة النادي العربي في منطقة الجزاء. بعد يأتي للقطة الماضية. أيوة العربي افتقد لواحد من أكبر محبيه ومشجعيه رحمه الله، الفنان القدير عبد العزيز جاسم الذي كان أحد الأوفياء الكبار للنادي العربي ومسيرة النادي العربي، الذي يعني غرس هذا الحب أيضا في أبناء كل أبناء الفنان الراحل عرباوية. عزيز جاسم أحد الفرسان الثلاثة في الشاشة وفي التلفزيون وعلى المسرح على مستوى دولة قطر. عبدالعزيز الجاسم الذي صنع عيدا سعيدا في بداية مشواره على مستوى التمثيل والظهور على مستوى الشاشة. عبدالعزيز الجاسم الذي رسم الكثير من الفرح، عالج الكثير من القضايا مع رفيق الدرب غانم السليطي في فايز التوش. عبدالعزيز الجاسم الذي أسعدنا مع مغامرات سعدون، قدم الكثير في تناتيف وبعث برسالة مقامها عفوا سيد الوالد، فأحلام البسطاء لابد بأن تكون حاضرة على أرض الواقع، ولو أن هنالك الكثير من الأمور على مستوى جرح الزمن والتي من خلالها يعني يأتي من خلالها حكم البشر ويوم آخر على مستوى بعد الشتات. عبد العزيز الذي غنى كثيرا مع الزهور، عبد العزيز الذي قدم الجانب الآخر في حياة الإنسان في المجاريد، الذي قال نعم وفي الكثير من الأحيان لا،
عبد العزيز الذي شارك الراحل عبد الحسين على مستوى المسلسل التاريخي التنديل. عبد العزيز الذي أجر قلبه في الكثير من الأحيان، الكثير من الأعمال التي قدمها الراحل، رصاصة رحمة، خيوط ملونة، الحلال والحرام، كسر الخواطر. عبد العزيز الذي اختتم مشواره بحالة خاصة عندما وقف على خشبة المسرح مثقلا منهكا بالرغم من المرض، وقف على الخشبة مدافعا عن وطن، قدم دروسا كبيرة في حب الوطن والدفاع عن مقدساته، ووجه للكل رسالة حب وتقدير واحترام. ناصعة البياض عبد العزيز الذي أضحكنا وفي الكثير من الأحيان أبكانا. عبد العزيز في ديرة العز، في ديرة العز سجل المشهد الأخير في مشواره الفني، رحل بعد ذلك تاركا الوسط الفني وتاركا الكثير من الإرث حقيقة على مستوى التلفزيون والمسرح من خلال أعماله الكبيرة التي قدمها للمشاهد العربي والخليجي في كل مكان. رحم الله الراحل الفنان القدير العرباوي الكبير عبد العزيز الجاسم، وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان. كرة فيها محاولة أمامية ملعوبة لكن سهلة عند حارس المرمى ساطع العباسي، سيطر على كرته بالشكل المطلوب. ساطع في اللقطة الماضية نلعب وندخل إلى أجواء الدقائق 13 الأخيرة قبل نهاية أحداث هذا الديربي. الأمور إلى الآن بثلاثية نظيفة منذ شوط المباراة الأول في هذا التوقيت، في هذا التوقيت يتقدم نادي قطر بهدف مقابل لا شيء. 1-0 لقطر على أم صلاح. قطر الذي يعاني أيضا على مستوى جدول الترتيب، ممكن أن يسجل انتصاره الثالث وبالتالي سيتجاوز النادي العربي. العربي سيتراجع خلف أو لا والله العربي، الأهلي سيتساوى مع العربي برصيد 12 نقطة، وبالتالي فارق الأهداف لمصلحة النادي الأهلي. إذن الأهلي سيكون سادسا مع نهاية مباراة اليوم، والعربي سابعا، وسيتراجع الغرافة للمركز الثامن ولربما التاسع فيما لو نجح قطر في تحقيق الانتصار. قطر انتصر في الجولة الماضية على الإخريطيات، اليوم يتقدم بهدف مقابل لا شيء إلى الآن على حساب نادي أم صلال. عموما كرة بمحاولة لمصلحة النادي الأهلي، سهلة عند حارس المرمى يزن نعيم. إلى محاولة في الجهة اليسرى الآن، عرضية تأتي الكرة الماضية مرت تحولت إلى خارج أرضية الملعب. عشر دقائق أخيرة متبقية، تحولت إلى خارج أرضية الميدان الآن. 3-0 منذ شوط المباراة الأول. أحمد فتحي يلعب الكرة الأمامية لمصلحة النادي العربي لكن طالت وصلت سهلة عند يزن نعيم. عربي على المحترفين هذول على هذا الأداء لو يقعد 8 أيام ما راح يسجل، لأن
مباراته الجايه. مستحيل مستحيل. ما في صانع لعب، ما في اداء جيد في المنتصف، ما في مهاجم ممكن ان ينهي، ممكن ان يسجل، ما في واحد ممكن ان يبدع. ماجد محمد يترك ارضيه الملعب والبديل هو ناصر خلفان. احد ابناء النادي العربي ايضا ناصر خلفان يدخل الى ارضيه الميدان في اللحظات القليله الماضيه. كره بمحاوله ملعوبه داخل منطقه الجزاء، تسديده تاتي لكن الى خارج ارضيه. كره اصطدمت تحولت الى خارج ارضيه الميدان. محاولة ملعوبة رأسية سهلة عند حارس المرمى يزن نعيم، سيطر عليها يزن بالشكل المطلوب. تعود في الجهات اليمنى عن طريق البرازيلي مايلسون. الاهلي سيرتقي كما ذكرت نقطتين في جدول الترتيب، سيصبح هو في المركز السادس برصيد 12 نقطة بفارق نقطة واحدة امام ام صلال الخامس، بفارق نقطتين امام الريان الرابع، بفارق اربع نقاط او نقطتين على المربع، وبالتالي الامور كلها بعد ذلك ستكون واردة حاضرة. احتمالية ينهي النادي الأهلي القسم الأول في المربع أيضا احتمالية واردة، لكن المواجهات القادمة بالنسبة للنادي الأهلي صعبة. مباراة جاية مع السد في الأسبوع العاشر، وبعد ذلك أيضا مباراة أخرى متبقية بالنسبة للنادي الأهلي قبل نهاية مباريات القسم الأول، ستكون امام يبدو الحيل. لا الاهلي لعب لعب المباراه الجايه مع السد. عموما الكره فيها محاوله وتسديده لكن الى خارج ارضيه الملعب اللي بعدها مع الخور. اخر مباراه في القسم الاول ستكون مع الخور يوم السبت الثالث من نوفمبر. آخر مباريات القسم الأول، بينما الجولة القادمة بالنسبة للنادي الأهلي راح تكون بحول الله يوم 27 أكتوبر، 27 يوم السبت القادم. العربي مواجهته القادمة على مستوى منافسات بطولة الدوري راح تكون مع قطر اللي بعدها مع دحيل. كرة بمحاولة في منطقة الجزاء، فرصة للهدف الرابع. الكرة الماضية فيها تغطية دفاعية وإبعاد، تدخل بتوقيت مميز جدا وابعاد الكره والمحاوله الماضيه، وبالتالي تستمر الامور الى الان بالثلاثيه المسجله. كره بمرتده سريعه لمصلحه النادي الاهلي او العربي، تغطيه من ناصر خلفان عادت في الجانب المقابل. اهلاويه الان، الى رمي التماس. ثلاثيه نظيفه إذا ما رجعنا بالذاكرة إلى آخر مرة انتهت فيها لقاءات الفريقين بهذه النتيجة على مستوى منافسات بطولة الدوري، فسنعود إلى أيام دينيس وسيد البشير في عام 2004 وعمر الأنصار، هم من سجلوا الثلاثة في ذلك اللقاء الذي انتهى بثلاثية نظيفة لمصلحة النادي العربي على حساب النادي الأهلي. اليوم العربي الأهلي هو اللي فايز، الأهلي وبالتالي يواصل تألقه خلال السنوات الماضية في مواجهاته أمام النادي العربي، وبالتالي يستمر للسنة الرابعة على التوالي من دون أي خسارة أمام العربي. سيصل إلى 2019 وآخر خسارة كانت في 2015. كرة بمحاولة أمامية الآن لمصلحة النادي العربي، محاولة لتقليص الفارق هنا في الجهة اليسرى
ملعوبة الكرة والمحاولة الماضية تغطية وإبعاد. أحمد فتحي يلعب كرة في الجهات اليسرى لمصلحة النادي العربي الآن، تغيير لاتجاه اللعب في الجانب المقابل. تسديدة قوية جدا لكن جون بنسون في المكان المناسب. تعود المحاولة في منطقة الجزاء. تصل الى خارج ارضية الملعب. مشهد متكرر في مدرجات النادي العربي. الجماهير اصبحت متعودة ان تخرج بهذا الخذلان، بهذه الخيبة، تجر اذيال الهزيمة. المباراة الثالثة على التوالي. كرة عند علي فريدون، تسديدة من فريدون إلى خارج أرضية الملعب. تصل إلى ركلة مرمى. محاولة ملعوبة الآن في منطقة الجزاء، فرصة لتقليص الفارق. طالت الكرة والمحاولة الماضية وصلت سهلة عند يز النعيم. محسن يلعب الكرة الماضية. ناصر خلفان عودة بالمحاولة إلى حارس المرمى يزن. الأهلي يسير المباراة. أمر طبيعي جدا أداء الأهلي في شوط المباراة الثاني بحكم أن قدم كل ما يمكن أن يقدمه وصنع الفارق في الشوط الأول وسجل. حسم الأمور بثلاثية وبالتالي هو غير مطالب أن يقدم شوط ثاني. كل ما يمكن أن يفعله هو أن يحافظ على نتيجة المباراة. نجح في ذلك وصولا إلى الدقيقة الأخيرة. كرة ملعوبة الآن. كان الأقرب في الكثير من الأحيان بأن يسجل، أن يزيد الغلة، لكن وقفت النتيجة على هذه الثلاثية. كرة إلى خارج أرضية ملعب ركنية. انتظر دقائق الوقت بدل الضايع. أعتقد بأن هنالك ثلاث دقائق على الأقل ممكن أن نشاهدها في شوط المباراة الثاني. كرة في منطقة الجزاء. إبعاد الكرة والمحاولة الماضية. حكم المباراة يشير إلى دقيقتين. دقيقتين كوقت بدل ضايع. الوقت الأصلي انتهى الآن في الوقت بدل الضايع لشوط المباراة الثاني. انتصار مهم وثاني على التوالي بالنسبة للنادي الأهلي لمرة الأولى في هذا الموسم الأهلي
يحقق انتصار في جولتين متتاليتين، أو على الأقل يحقق انتصارين في ثلاث جولات، لأنه دائما كان ينتصر ويخسر في جولتين، ثم يعود لينتصر ثم يخسر في جولتين ثم ينتصر المرة الثالثة. لكن هذه المرة يسجل الانتصار الثاني على التوالي، الرابع في هذا الموسم، يتساوى مع النادي العربي بنفس الرصيد من النقاط على مستوى الأهداف. الأهلي أفضل، كرة بمحاولة لفرصة لهدف رابع، تسديدة تأتي لكن أبعدة. الأهلي مسجل بأهداف اليوم 14 هدف عليه 19، العربي مسجل 11 هدف وعليه 20، 20 هدف على النادي العربي كأضعف خط دفاع في بطولة الدوري في هذا الموسم. الآن العربي أصبح أضعف خط دفاع عليه 20 هدف. يأتي الأهلي في المركز الثاني عليه 19 هدف كثاني أضعف خط دفاع. صفرة النهاية إذا من نهاية القادرين مشاهدينا متابعين قنوات الكأس أينما كنتم يطلقها ليعلن نهاية أحداث هذه المواجهة. انتصار كبير لمين الأحلام، ثلاثة أحلام مبروك الأهلي والجماهير. عرضك صوت وصورة من هذه المواجهة على التفضل.